آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطب الثريا نزولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. حبتنا في الله، ما أعظم هذا الدين وما أكرم رب العالمين. هدانا لخير الأديان فجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا أخوة متحابين في الدين. تجمعنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكرر ترحابي بضيوفنا الكرام، ولسان حالي يقول أهلا وسهلا والسلام عليكم، ومحبة منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. كلمة الترحيب يلقيها فضيلة الشيخ محمد صالح عضو مجلس الأمناء بوقف مركز أوروبرو، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة العلماء، الضيوف الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، باسم الوقف وإدارة المسجد ولجنة الدعوة وباسم الجالية المسلمة في مدينة أوربرو، أرحب بضيوفنا الكرام شيوخ المؤتمر، أصحاب الفضيلة العلماء، فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن مقبل ابن عبد الله العسيمي التميمي من المملكة العربية السعودية، وفضيلة الشيخ الدكتور مولاي عمر بن حماد من المملكة المغربية، وفضيلة الأستاذ بشير أمان مدير مدرسة الأزهر بمدينة ستوكهولم، وفضيلة الأستاذ أحمد المفتي والذي سينضم إلينا لاحقا من مدينة يتوبوري، وفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عثمان أصولي من بريطانيا وسينضم إلينا لاحقا. فأقول لضيوفنا الكرام جميعا أهلا وسهلا، نزلتم سهلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، حياكم الله وأبقاكم زخرا للإسلام والمسلمين، ونفع الله بكم وبارك في عمركم وعلمكم.
كما أني أيضا أرحب بالأخوة الكرام